السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا البسبوسة اللي سهلة التحضير وكتجي هشيشة ولذيذة، فنتمنى تتابعوا معايا لا فيديو للأخير ونخليكم مع مراحل التحضير. وغادي نحتاجو كمكونات 3 البيضات، نضيفو ليهم قشرة حامضة، قبسة ملح، كأس سكر أو 140 غرام، ونطربو الكل حتى يتجانسو لينا ويدوب لينا السكر مع البيض. نحاولو نطربو جيدا. وملي نطربوا البيض والسكر ونحصلوا على خليط متجانس، نضيفوا ليهم نصف كأس زيت، كأس حليب، ياغورت طبيعي، نخلطوا جميع السوائل جيدا. عطيتكم العبار بالكاس وبالغرام، اللي ما عندهاش الميزان تعبر غير بالكاس. وغادي نحتاجو كأس الى ربع دقيق، دقيق ابيض، صاشي خميرة كيميائية او 7 غرام، وغادي نحتاجو السميدة الرقيقة ديال الحرشة 4 او 250 غرام، تقريبا 2 كيسان. غربلوهم وناخدو مول ندهنوه بالزبدة ونرشوه بالسميدة ونخويو فيه الخليط ديالنا، ندخلوه على الفرن على حرارة 180 درجة حتى طيب ونخرجوه، ونخليو البسبوسة ديالنا في الفرن طيب ونصيبو السيرو اللي غادي نسقيوها بيه. وغادي نحتاجو كأس سكر، نصف كأس عصير البرتقال، كأس مملوء جيدا ماء، ونديروهم فوق النار حتى يتجانسوا لينا ويدوب لينا السكر في الماء. نخليهم تقريبا ماشي بزاف، غير يدوب لينا السكر صافي، ونديروهم في اناء ونخليهم حتى يبردوا عاد نسقيو بهم البسبوسه ديالنا. وملي طيب لينا البسبوسه نخليوها حتى تبرد شويه ويبرد لنا كذلك السيرو، يبرد تماما ونديرو فيها تقيبات في حالة الشكل ونسقيوها بالسيرو ديالنا، ونسقيوها بالسيرو كامل، فما يبانش لكم الكمية ديال السيرو كثيرة وتخافوا منه، غير خويوه كامل لأنه غادي تشربوا. ونزولوا البسبوسة ديالنا من المول ونزينوها. التزيين كيبقى دائما اختياري، انا هنا غادي ندهنها بالقليل من الكونفيشير، ونزينها باللوز اللي زولت ليه القشرة وقليته في الزيت وطحنته. تقدروا تستعملوا الكوك او كاوكاو وتقدروا تحتفظوا بها غير في حال هكاك بلا تزيين، كتجي زوينه. نقطع عليكم باش تشوفوها كيفاش جات من الوسط، ولو انكم شفتوها في الاول كيف ما كتلاحظوا كتجي هشيشه وزوينه ورائعه في المذاق. جربوها وانتم متاكدين انها غادي تنجح معاكم، جربوها وانتم متاكدين انها غادي تنجح معاكم. ولا عجبتكم ما تنسوش ديروا لايك وتابوناو الا كنتو جداد، وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء.